وكان أبو راضي الله يرحمه وأخوانه مجموعة مع واحد من بيت الخطيب كمان نسيت اسمه، كان يجي ياخذ بضاعة من غواتيمالا يسافر ويجي ويقول لي الأخبار دائما ونتواصل. وبعد زيارات متقطعة تم شراء مكان وأقيم عليه المسجد، وكان لا يزال الشيخ سمير الله يحفظه يخطب هناك، وبعدين رجع إلى عمان. ودعيت مجموعة من الإخوة من غواتيمالا اللي عندي على البرازيل بعد ما تم شراء المركز والهذا، وإجا راضي ومعه اثنين من الإخوان، وكان راضي بعد شاب أول طلعته يتحدث بحماس وكذا وفرحان، شباب كما الإسلام يرضى خلاح الله بيو الله يرحمه رباه على الدين والإيمان، الله يرحمه. هو وإخوته هن الآن ما بين عمان وبين غواتيمالا. غواتيمالا. من 2 أو 3 دعيت إلى لقاء في عمان ولم في القدس، ولم أوفق بدخول إلى القدس رغم أن باسبوري برازيلي، ولكن الصهاينة ما سمحوا لنا بالدخول. فنزلت في عمان وإذا براضي بيفتح التلفون عندي على المكتب يسأل عني. نعم. فقال له وسام السكرتير الشيخ عندك في عمان. نعم. فالتقيت براضي وبكيت كثيرا عندما رأيته، وحطني بالسيارة وأخذني إلى والده. كوالد ما زال طيب. سبحان الله. ففرحت كثيرا، قال سأفرحك أكثر. قلت له شو يا راضي، شو يا حاج، شو يا أبو راضي؟ قال بدي ياخذك الدكتور ياخذك ورجيك على ما فعلت في عمان. أخذني إلى مسجد كبير يا شيخ حسين، ما شاء الله، وعلى دائرة هكذا على خط دائري في طلعة، والخط هكذا، وبه مسجد مكتظ بالمصلين، كان يوم جمعة سيارات وناس وهذا. قال هذا أبي الحمد لله الله وفقه في عمله، أوقف هذا المسجد ووضع الخطاب بحسابه للخطيب، خطيب على حسابه كمان. أحسابه بيدفع له راتب. سبحان الله في مزن حسين. سبحان الله. ولا زلنا منذ ذلك التاريخ مع الأخ راضي الله يحفظه الدكتور ننسق ما بين غواتيمالا وأمريكا اللاتينية، ومؤتمراتنا نحن الآن سنعقد المؤتمر 35، أعتقد كلها أو ما كان جلها أو القسم الكبير منها أو جلها لغواتيمالا حضور فيها. ما شاء الله. إيه نعم. والعودة كان تم بناء المسجد، وكانوا يصلوا 5 6، الآن يصلوا 150 200 شخص، والحمد لله في غواتيمالا. في غواتيمالا نعم. هذه سلسلة من المساجد. تم المسجد أي سنة تقريبا؟ بالتسعينات. التسعينات كمان، يعني ما مر زمن طويل. لا بالتسعينات. شوف يا أخي العزيز، مسجد كبير وسط. كنت أتصفح الأعمال والنشاطات التي قام بها مركز الدعوة الإسلامية لأمريكا اللاتينية، ويعود الفضل لهذا للمتعاونين معي، كان من الدكتور أحمد التنجي والدكتور صالح العايد والدكتور عبد الله المصلح، يعني بعض علماء المملكة العربية السعودية كانوا يشجعوني كثيرا. نعم. وبعدين فتح مركز بواشنطن، فتحت جامعة الإمام في واشنطن، فكان يتعاون معي كثيرا، ما كانوا يعطوني القروش لكن يعطوني المادة العلمية، يبعثوا محاضرين يبعثوا مدرسين يبعثوا وإذا أتوا نقيم دورة تعليمية أو دورة مخيمات أو دورات للأسر أو
أو يعني كثير يستضيفون المحاضرين ولا يكلفونني شيئا، نعم يدفعون لهم تذاكرهم، حتى يمكن ثلاثة في بعضهم يجوا أوتيلهم محجوز. أقول الحمد لله الذي يعني سبحان الله أعاننا بهذه الإخوة الأحبة. الحمد لله. فغواتيمالا سأل إن انطلقت شاء إن الله. شاء الله بهذه المجموعة من النخبة الكريمة من راضي وإخوانه، ومش عارف راضي، أنا كنت طالع على عمان على راضي سافر، فتحية لراضي ولإخوانه. وقل له يا أخي رحمة الله على والده، من شي شهرين أعتقد اتصل بي وقال أنني الآن أمام جثمان والدي اللي يعني نطق أنفاسه الأخيرة رحمة الله منذ عليه. لحظات، فكان يبكي ومن حوله، سبحان الله. فبكيت معه على هذا الرجل الطيب، وأدعو الله أن يتقبله ويغفر له، وأدعو الله سبحانه وتعالى لكل إخواننا العاملين في مجال التجارة والعمل الخير الدعوي الإسلامي في أمريكا اللاتينية أن يعينهم ويقوموا بما قام به هذا الرجل الصالح. لأن الحقيقة الدنيا زائلة يا أخي يا حسين، الدنيا زائلة. كنت أتصفح الأعمال والنشاطات التي قام بها مركز الدعوة الإسلامية بالتعاون مع مجموعة كريمة وخاصة من أمريكا اللاتينية، مجموعة كريمة. يعني لو تحدثنا عن كل بلد كان فيها رمز، نتحدث عن كريتوماتيمالا فيها رمز، نتحدث عن شيلي أو أسامة أبو غزالي، نتحدث عن بابا، عن ليما، عبد الله اسمه أبو فارس، عبد الله فارس حميدة، يعني كل هؤلاء لهم دور في دعم الخير والعمل الخير والإسلامي. أنا أعتقد أكثر من 62 مسجد كانت على هذا النمط، سبحان الله، أقيمت بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ثم بدعم وتعاون الإخوة الأحبة المقيمين في تلك البلاد. المسجد الإسلامي بغواتيمالا المركز كان مكان مؤجر وضيق وأوضة صغيرة وما بعرف شو، سبحان الله، وينطلق الإخوة ويشتروا مكان، يصير عندهم مسجد وعندهم جمعة وجماعة وهكذا. الحمد لله رب العالمين. أنا أقول المسلمين هم مثل زجاجة الماي، عنينة الماي، كاسة الماي اللي فيها سكر، بس حركة شوية تحلى الكاسة كلها. فالمسلمين إن شاء الله كلهم فيهم خير، كلهم فيهم خير، بس حرك شوية. حتى الناس الغير ملتزمة حرك فيهم الناحية الدينية والشرعية وكذا، ترى الخير يفوح. وبإذن الله تعالى نتحدث عن مكان آخر ومسجد آخر في وقت لاحق إن شاء الله. الله يبارك فيكم وجزاكم الله أخي خيرا. الكريم الحاج الدكتور أحمد علي الصيفي، جزاكم الله خيرا، دائما تتعفنا بهذه القصص التاريخية. يعني إذا لاحظنا أنه كل هذه القصص تسطر تاريخ بداية للعمل الإسلامي في أمريكا اللاتينية. حياكم الله. هذا حسين بن علي الصيفي من قناة حسين صيفي تي في. نعم. الله، السلام عليكم.